فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. فمن أي أنواع التوحيد يكون كل قسم؟ من أي؟ فمن أي أنواع التوحيد يكون كل قسم؟ من أي أنواع إيش؟ التوحيد. نعم. كلها توحيد، دعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما توحيد، كلاهما من التوحيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.